اهلا بيكم ولادي وبناتي وكل متابعينا على قناتنا درس خصوصي ودرس جديد للصف الثاني الاعدادي. هنبدأ في درس التاريخ، هنشتغل تاريخ النهاردة، واتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بالفيديو اللي قبل كده ولقيت اسئلة كتير عليه. النهاردة هناخد مراحل بداية ظهور وميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويمكن انا حكيت لكم في الدروس اللي قبل كده على التخبط اللي كان موجود في شبه الجزيرة العربية وديانات مختلفة وعبادة اوثان. جاء الرسول بالحق وربنا سبحانه وتعالى اعد لي كل السبل انه يبلغ رسالة الحق وينزل بالدين الاسلامي اللي هو الدين اللي عمم كل المبادئ الحسنة على الدنيا. ونزل الرسول صلى الله عليه وسلم واتولد في يوم 12 ربيع أول سنة 570 ميلاديا، سمي هذا العام بعام الفيل. وبيجلنا سؤال، بما تفسر سمي عام ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم بعام الفيل؟ لأن كان في شخص اسمه أبرهة الحبشي كان حابب أنه يهدم الكعبة، وكان عايز ان كل الناس تزور البناء اللي بناه في اليمن. كان باني بناء عظيم، كان بيتمنى ان الناس تزور هذا البناء وتحج اليه زي ما بيزوروا الكعبة اللي موجودة في شبه الجزيرة العربية. فجه أبرهة الحبشي جاب جيش وأعد جيش، وعلى رأس هذا الجيش جاب فيل كبير. طبعا الفيل ده كانت حاجة يعني مش من عادة اهل شبه الجزيرة العربية ان هم يشوفوها، ده حيوان جاي من الحبشة. جاب هذا الفيل وهذه الجيوش بهدف هدم الكعبة. الحقيقة في الوقت ده كان المسؤول عن رعاية الكعبة جد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد المطلب. فراحوا له الناس قالوا له ان في حد او محاولة اعتداء على الكعبة، وجاي أبرهة الحبشي بجيش كبير، هذا الجيش والفيل عايزين يهدموا الكعبة. رد قال لهم للبيت رب يحميه، يعني عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم قال للبيت رب يحميه، وفعلا ربنا سبحانه وتعالى حمى الكعبة المشرفة وحمى هذا البيت. وطبعا احنا عارفين القصة، اتهزمت جيوش أبرهة والفيل ده مقدرش يتحرك من مكانه. ولكن في المجمل احنا نبقى عارفين ليه سمي هذا العام بعام الفيل اللي هو عام ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم 570 ميلاديا. الرسول عليه الصلاة والسلام ولد يتيما، أبوه سيدنا عبد الله مات في الرحلات التجارية أثناء رحلة التجارة اللي كانت بتطلع من، احنا قلنا قبل كده ان من الأنشطة اللي كانت موجودة في شبه الجزيرة العربية رحلتي التجارة للشام ولليمن. عبد الله ابن من أبناء عبد المطلب كان أبو الرسول صلى الله عليه وسلم، مات في هذه الرحلة التجارية وأعيد به ودفن في يثرب اللي هي المدينة المنورة بعد كده. طبعا لما ولد الرسول صلى الله عليه وسلم فرح جدا بجده عبد المطلب، وفرح جدا بيه لأنه اعتبره عوض عن ابنه عبد الله اللي مات في شبابه في الرحلة التجارية. وأخذ هذا الوليد وطاف بيه حوالين الكعبة وباركوا بيه الكعبة، لأن الكعبة المشرفة دي كان معروف أن سيدنا إبراهيم وولده سيدنا إسماعيل هما اللي بنينها. فطاف بيه على الكعبة وأطلق عليه أو سماه محمدا حتى يكون محمودا في الأرض والسماء. الاسم ده ما كانش متعارف عليه في العرب، يعني العرب ما كانوش بيسموا اسم محمد، فكان اسمه جديد واسمه مختلف. وكان الهدف من أن يسمى محمدا أن يكون محمودا في الأرض، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بالرسالة وبقي محمودا في الأرض ومحمودا في السماء. نسب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. كل النسب ده بيعود إلى عدنان ابن سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم. يعني أصلا النسب اللي سيدنا محمد ولد منه نسب أنبياء، وده
هيخلينا نعرف بعد كده ايه اللي هيحصل في شخصية سيدنا محمد للنسب الطاهر ده وشبابه هيبقى ازاي. اول ما اتولد عاش مع امه السيدة آمنة بنت وهب، دي كانت من قريش وكانت من الاسر العظيمة في قريش. عاش معاها فترة بسيطة جدا، وكان من عادة العرب ان هم يرسلوا ابنائهم الى الصحراء. بما تفسر كان من عادة العرب ارسال ابنائهم الى البادية، ممكن نلاقيها في بعض الاسئلة البادية وممكن نلاقيها الصحراء، حتى يكتسبوا فصاحة اللسان وقوة البنيان ورجاحة العقل. لما ولد الرسول وولد يتيما، جت السيدة حليمة السعدية، دي مرضعة الرسول. خلي بالكم من الأسامي، درسنا النهاردة في أسامي كتير. احنا قلنا أبرهة الحبشي، قلنا عام الفيل، قلنا جد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، وقلنا السيدة آمنة بنت وهب أم الرسول صلى الله عليه وسلم وأباه اللي مات في رحلة تجارية. خدوا بالكم أسامي كتير هتقابلنا النهاردة. لما الرسول صلى الله عليه وسلم ولد، جت السيدة حليمة السعدية من بني سعد، أخذت الرسول معها عدة سنوات، 4 سنوات يتعلم في البادية. وبعد ما وصل لمرحلة معينة في بني سعد، وهو في بني سعد وفي مرحلة الطفولة دي بان عليه أنه طفل ليه بركة، لأنه لما دخل على بني سعد عمت البركة والخير على هذه المنطقة من هذا الطفل الوليد الرضيع اللي لسه ما حدش عارف هو ده مين وهيبقى مستقبله ايه. فضل الرسول في بني سعد لحد عمر 4 سنوات، وبعد كده رجع عاش مع أمه السيدة آمنة بنت وهب لحد عمر 6 سنوات، وماتت أمه آمنة بنت وهب، وبعد كده أصبح الرسول يتيم الأب ويتيم الأم. كفلوا يعني رباه وخدوا عنده يربيه جده عبد المطلب مدة 2 سنين لحد عمر 8 سنوات. من عمر 6 سنوات بعد موت أمه السيدة آمنة بنت وهب لعمر 8 سنوات كفلوا جده عبد المطلب ورباه تربية حسنة جدا في العامين دول. بعد كده انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم لبيت عمه أبو طالب. بيت عمه أبو طالب كان ليه أثر كبير في حياة الرسول. أبو طالب عم الرسول كان رجل فقير قليل المال كثير العيال، يعني كان عنده أولاد كتير جدا ولكن كان فقير. فالرسول دخل من ضمن أبناء عمه أبو طالب، وكان يعني عمه أبو طالب بيحبه حب شديد جدا، نظرا لأنه طفل هادي وطفل يتيم الأب والأم، فكان بيعامله معاملة جيدة جدا وبيحبه أكتر من ولاده. في الفترة دي الرسول بدأ يشتغل في حرفة الرعي حتى يوفر بعض الاحتياجات لعمه أبو طالب. حرفة الرعي كان بيرعى الأغنام، علمت الرسول عدد كبير من الصفات الحسنة، علمته التواضع، علمته الأمانة، علمته الشجاعة، علمته الصبر. كون إن طفل في السن ده يربي أو يرعى أغنام ويبقى أمين عليهم في الصحراء، دي بتعلم الشجاعة، يبقى حريص عليهم بتعلم الصبر، يقعد يتتبع كده الأغنام ويتتبع أكلهم، دي علمته الصبر. وكمان علمته التواضع، هو ما عندوش غرور أو كبر، لا هو بيرعى أغنام. يبقى تعلم الرسول من حرفة الرعي التواضع، الشجاعة، الأمانة، الصبر. في شباب الرسول صلى الله عليه وسلم كبر شوية، في مرحلة شبابه أعزه الله سبحانه وتعالى من كل الشرور ومن كل الأخطاء اللي ممكن يقع فيها الشباب، فلم يرى أبدا يسجد لصنم، ولم يعرف عنه أبدا الكذب، حتى لقبوه أهل قريش بالصادق الأمين قبل الرسالة وقبل النبوة وقبل أي شيء. كان شاب يتسم بالأخلاق والصفات الحسنة في الأخلاق. في فترة شبابه بدأ يشتغل في التجارة وعمل رحلة تجارية إلى بلاد الشام، وبعد فترة من هذا الشباب والعمل البسيط في التجارة ظهرت في حياته السيدة خديجة بنت خويلد. السيدة خديجة بنت خويلد كانت عندها تجارة كبيرة جدا،
فلما سمعت عن أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه أنه يتاجر في تجارتها في بلاد الشام. بعد فترة تزوجت السيدة خديجة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت خير زوجة لخير شاب. أنجبت السيدة خديجة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبناء من الذكور القاسم، سيدنا القاسم وعبد الله، وأنجبت لي البنات السيدة رقية والسيدة أم كلثوم والسيدة زينب والسيدة فاطمة. الرسول صلى الله عليه وسلم عاش مع السيدة خديجة يعني حياة سعيدة جدا، وكان ليها دور كبير جدا في دعم ومساندة الدعوة الإسلامية. هنعرف دورها فيما بعد، ولكن نعرف الأحداث اللي كانت في بداية حياة الرسول كان ليها دور كبير جدا في تكوين شخصيته، من التربية في البادية، ومن عمله في الرعي، ومن عمله في التجارة، ولقب بالصادق الأمين. لم يسجد أبدا لصنم، ولم يشرب الخمر أبدا، ولم يلهو لهو من هم مثله من الشباب، يعني ما عملش أي حاجة يعني تغير من الهالة الربانية اللي ربنا سبحانه وتعالى كان عاملها على الرسول حماية ليه، لأنه بيعده إلى يكون نبي هذه الأمة، وعزه بزوجة يعني تحميه وتساعده، وهنعرف دورها في دروس تانية بعد كده. أتمنى ليكم مشاهدة يعني ممتعة للدرس، وتستنونا وتعملوا لنا سبسكرايب للقناة، وتسيبوا لي أي أسئلة في الكومنتات هجاوب لكم عليها إن شاء الله، وأشوفكم في دروس تانية. مع تحياتي لكم.